خير؟ مساء النور. كم مرة الحين قلت لك خالتي بثينة توأم أمي توأم أمي؟ أنت بتصعبين. إلا مبين إنها توأم أمك ما شاء الله. وأنا الدودة السموحة خالتي بثينة، هذه جمانة رفيجتنا من عمر. يا هلا وغلا، سامحيني يما على اللي صار. مسموحة خالتي، بس بعد إذنك إحنا بنروح غرفة حنين عشان ما نزعجك، أوكي؟ وين غرفة حنين؟ شوف الريوق إيش حالاته، في ريوق ببيتنا، تعالي ناكل. في ريوق؟ ببيتنا في ريوق. شلون؟ خمسة وعشرين سنة محبوسة بمزرعة؟ ولا ترى ما يصير كذي بالصدق، هذا حكي مسلسلات. وليش المسلسلات ما ياخذون قصصهم من الواقع؟ بنات شو رايكم بقهوة عربية؟ الحمد لله كلمتني الدكتورة وطمنتني وقالت لي ان الجلسة كانت مثمرة جدا معاها. اي والله انا وايد ارتحت، حتى فكرت اخذ حق حنين موعد معاها. حنين؟ ليه مالها؟ باي بولر حنين. باي بولر؟ والله انا قلت ان هي عندها حاجه مش طبيعيه، يوم ما كنت تعبانه وفي المستشفى كانت عماله بتعيط جامد وفجاه قعدت تضحك لوحدها، فسرتها ساعتها ان هي عندها صدمه نتيجه وفاه الوالده. هي الصدمه زادت الاعراض عندها. بس هي لازم تتعالج عند دكتور كويس وتستمر على ادويه كويسه. المهم خلينا من حنين وخلينا فيكي دلوقتي، انت لازم تبقي مقتنعه ان انت مش سبب وفاه الوالده. سبب وفاة الوالدة؟ معلش أحمد، أنا مقتنعة أن أمي شافت الفيديو اللي أنا أغني فيه وانصدمت وماتت. يا روان لأ،